الخالدة دائما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم من ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان الكبير والقالي على قلوب محبين هذه الرياضة العربية الأصيلة، مهرجان سيدي سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شوطنا التاسع الذي أعلنت انطلاقته قبل لحظات قليلة، والمخصص الأبكار لسن الحيل لمسافة 8 كيلومترات. هي الرحلة الحاضرة والممتعة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تعنت وأتت من ميادين دول مجلس التعاون للمشاركة بهذا المحفل التراثي وتسجيل أسماء بسجلات هذا المهرجان الكبير. نذكر جائزة المركز الأول نيسان بترول ستيشن 2-2 مقدم لصاحب المركز الأول، ومع السيارة مادة الزعفران التي يطمح لها كل مشارك. فأتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين. نتابع البداية، ابحر مع المركز الأول من تسيطر على الصدارة الأولى. شواهين يا شواهين، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يقدم شواهين مع المركز الأول مع الصدارة الأولى. النقلة التالية على المركز الثاني. المركز الثاني، النقلة مباشرة إلى المركز الثاني حاملة الرقم 40. المركز الثالث من الجانب الاخر تتدخل في هذه اللحظات الشانية والمملوكة لمحمد بن حسن بن عيسى بن حمد الكعبي مع المركز الثالث، وينطلق مع المركز الثاني. اما المركز الثالث تتدخل في هذه اللحظات الواعية مع شعار المشغوني سعيد بن سيف بن معبد، المشغوني مع المركز الثالث وينطلق مع المركز الثاني. بدأت تتغير الموازين مشاهدينا متابعينا الاعزاء منذ بداية هذا التحدي. الشوط حامي منذ بدايته. المركز الثالث وصل شعار السندباد القطري، هملولة يا هملولة، سعود بن صالح بن حمد القمرة النابت المري مع المركز الثالث. اما المركز الرابع من الجانب الاخر مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الشانية قادمة والمملوكة لمحمد بن حسن بن عيسى بن حمد الكعبي مع المركز الرابع. اما المركز الخامس الغزي القادمة مع المركز الخامس والمملوكة لحسن بن حفتر بن سعيد المريخي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الأول ذعناه عليكم وعلى مسامعكم، ويا من تتابع وتشاهد عبر قناة الريان والقنوات الأخرى الناقلة لهذا الحدث الكبير وهذا المهرجان المثير من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. توجد أسماء خلف المراكز الخمسة التي ذعنا عليكم، ترقبوا المفاجآت، ترقبوا السرعة والإثارة مع الكيلو الأخير. أعود مع المقدمة، أعود مع المركز الأول. لا زال الهاملي من يسيطر على المركز الاول مع شواهين يا شواهين. عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يقدم شواهين القادم من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ومن الغربية قادم. الهاملي الهاملي شواهين يا شواهين، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يقدم هذا الاسم على رأس حربة هذا الانطلاق.
الاتفاق. النقلة التالية على المركز الثاني، وصل السندباد القطري ليقدم حملولة مع هذا الانطلاق الجميل. سعود بن صالح بن حمد القمرة النابت المري مع المركز الثاني، ولكن يتدخل شعار في هذه اللحظات. الاحبابي قادم مع المركز الثاني، دقايق يا دقايق. فرحان بن علي بن مصلح الاحبابي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني، واول ندى لشعار الاحبابي الذي ياتي بهذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. المركز الثالث هملولة قادمة، سعود بن صالح بن حمد القمرة النابت المري مع المركز الثالث. اما المركز الرابع من الجانب الاخر، تتدخل الوعي في هذه اللحظات ليقدمها سعيد بن سيف بن معرض المشخوني مع المركز الرابع. اما المركز الخامس وصلت الاسماء، تقدمت الشعارات. العامري قادم في هذه اللحظات على ظهر السبعة قادمة، محمد السبعة محمد بن سعيد بن محمد العامري مع المركز الخامس، وأول ندى للعامري بهذا الانطلاق الجميل. هكذا هو النداء، ذعناه عليكم وعلى مسامعكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء. لا زالت الامور على نفس السيناريو بقيادة الهاملي الذي لا زال يسيطر منذ بداية هذا الانطلاق الجميل. يتكتك لهذا التحدي، يتكتك لهذا المسار مع قيادته الجميلة. تكتيك اروع، اداء اجمل على رأس حربة هذا الانطلاق الجميل. يؤدي الهاملي مع شواهين عابر بن خلفان بن محمد الهاملي مع المركز الاول. الله الله، المركز الثاني قادمة دقايق في هذه اللحظات، دقايق يا دقايق. بسم الله ما شاء الله، فرحان بن علي بن مصلح الاحبابي مع المركز الثاني. اما المركز الثالث من الجانب الاخر، تتدخل في هذه اللحظات الواعية ليقدمها سعيد بن سيف بن معبد المشغوني مع المركز الثالث. اما المركز الرابع وصل شعار العامري ليقدم في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، السبعة قادمة، محمد بن سعيد بن محمد بن كيلة العامري مع المركز الرابع، وينطلق مع المراكز الاولى. هي بين مراقب هذا الشعار، عين على المقدمة. اما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الاعزاء، السندباد القطري قادم مع هملولة سعود بن صالح بن حمد القمرة النابت المري مع المركز الخامس. هذا هو النداء، وهكذا هي النتيجة. ذعنا عليكم وعلى مسامعكم مشاهدينا متابعينا الاعزاء. راح الكثير يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين، وما بقى الا القليل عن نهاية هذا التحدي وهذا المسار على ارضية ميدان التحدي. سفن الصحراء تبحر بهذا الميدان للمنافسة الاولى. اعود مع المقدمة، اعود مع دائرة الحوار، دائرة الصراع التي تدور وتجول بين هذه الاسماء، بين هذه الشعارات الثلاثة المتواجدة مع مقدمة هذا المسار. الله، يا العامري يغير موازين هذا التحدي بهذا المسار الجميل. بالكيلة بالكيلة مع السبعة في هذه اللحظات، محمد السعيد بن محمد بالكيلة العامري من عمق الميدان يتسلل مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. المركز الثاني شواهين متواجدة، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي مع شواهين مع المركز الثاني. اما المركز الثالث من الجانب الاخر، شعار المشغوني قادم على ظهر الواعية، سعيد بن سيف بن معبد المشغوني مع المركز الثالث. اما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الاعزاء، المركز الرابع قدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الاعزاء، حاملة رقم 27 دقائق، فرحان بن علي بن مصلح الاحبابي مع المركز الرابع. والمركز الخامس، الله
الله هملوله قادمه سعود بن صالح بن حمد القمر النابت المرمى على المركز الخامس. هذه النتيجه نعود مع المقدمه، خلونا مع الصداره، خلونا مع القياده. الله 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 يا القياده، الهاملي الهاملي ولا بالكيله بالكيله حتى هذه اللحظات يسيطر على زمام الامور مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ولكن الهاملي يعود من جديد. الله 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 لا زال الهاملي من يسيطر على المركز الاول مشاهدينا متابعينا الاعزاء مع شواهين عابر من خلفان بن محمد الهاملي مع المركز الاول، ولكن بالكيله يتسلم مره اخرى الى المركز الاول مع السبعه في هذه اللحظات. محمد السعيد بن محمد بالكيله الهاملي مع المركز الاول سيطر على زمام الامور في هذه اللحظات. الهاملي يتراجع مع شواهين مع المركز الثاني، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي مع المركز الثاني. اما المركز الثالث الله الله الكير الاخير الكير الخطير، جولة الاوامر وجولة التحركات والتكتيكات والابداعات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك وروح يا اللي بتروح. الله 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 بالكيلة بالكيلة السبعة السبعة زارت مع هذا الشوط، قيادة أجمل أداء أروع تكتيك أجمل من شعار بالكيلة، أحد الأسماء التي تتألق دائما مع النواميس والانتصارات. يقدم السبعة بهذا الانطلاق الجميل محمد السعيد بن محمد الكيلة العامري العامري، بدي بعد المسافة بدي يروح مع الشوط شوي مع المركز الثاني في هذه اللحظات. عابر بن خلفان بن محمد العامري مع المركز الثاني، ولكن السبعة مع الناموس مع الانتصار مع هذا الشعار الجميل والمثير مع هذا التكتيك الأجمل والأداء الأروع بدون أي منافس بدون أي منازع على الصدارة الأولى. السبعة السبعة السلامات تتجه إلى هالي العين بهذا الصباح الجميل. كعواد هذا الشعار دائما يكون مع النواميس ومع السيارة مع الزعفران، يستاهل مالك هذا الشعار المبدع اللحظات الأخيرة الأمتار المجنونة، ولكن بالكيلة دائما يكون حاضرا مع النواميس والانتصارات. سلام الى دولة الامارات وسلام العين دار الزين وعال الطوية بالتحية ويسكن مالك هذا الشعار تستاهل الناموس والانتصار. المركز الثاني كان وصول مشاهدينا متابعينا الاعزاء شعار علاج محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. اما المركز الثالث كان وصول شوهين عابر بن خلفان بن محمد الهاملي، والمركز الرابع كان وصول الحذر سالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري، والمركز الخامس كان وصول مشاهدينا متابعينا الاعزاء دقائق فرحان بن علي بن مصلح الاحبابي. هكذا هي النتيجه للمراكز الخمسه الاولى، كان المسار حافلا بالقوه والاثاره، ولكن استطاع بالكيله ان يسوق ابيات هذا التحدي ويهدي السلامات الى اهل دوله الامارات العربيه المتحده والى العين واهل الطويه بالتحديد. وين ما يسكن مالك هذا الشعار، التوقيت الزمني 12 دقيقه 31 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه، توقيت السبعه والمملوكه محمد بن سعيد بن محمد الكيلة العامري استلم مركز الشعار. اما المركز الثاني كان وصول شعار الاعصار الغربي مع علاج والمملوك لمحمد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري 12 دقيقة 36 ثانية جزءا واحدا من الثانية، توقيت علاج محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري استلم مركز الشعار حصول على المركز الثاني. اما المركز الثالث كان وصول مشاهدينا متابعينا الاعزاء والتوقيت الزمني 12 دقيقة 37 ثانية 3 أجزاء من الثانية، توقيت الحذرة والمملوك لسالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري. هكذا النتيجة المراكز الأولى تهل الناموس.